رشحت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء للمرحلة الانتقالية، فيما أجلت تسمية مرشحيها للمجلس السيادي وفقا لما ذكرت مصادر سودانية. وأشارت المصادر إلى حسم المجلس العسكري الانتقالي مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة، من بينهم الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الجديد، فيما سيتولى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي، وعضوية كل من الفريق أول صلاح عبد الخالق، والفريق ركن شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطاء.